من فضل ربنا عليا ومن أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي إني بشارك في عرض بطولة النجم مجدي فكري. وخلي بالكم أقول لكم على ملحوظة صغيرة، أنا آخر مسرحية عملتها كانت في سلقط في ملقط بطولة الأستاذ مجدي فكري، وأنا غبت عن المسرح حوالي 5 أو 6 سنين ورجعت في حضن برضو الأستاذ. حبيبي مراد، أنا من أول ما شفته قلت هيبقى نجم كبير، وفعلا نبوءتي بتتحقق، وده من الممثلين الشطار قوي اللي من أجمد ممثلين جيله مراد فكري. وافتكروا كلامي ده كويس، هيبقى له شأن كبير قوي قوي، سواء في المسرح في السينما في التلفزيون. بس في واحد تاني اللي لسه انا ايه يعني شاكك في ادائه شويه، الاستاذ حسان العربي، يتفضل معانا هنا لان هو ده اللي محيرنا. اليوم يبقى كوميدي يوم يبقى عشان الناس مقامات الوجه الجديد بعد ايه سنتمين لينا يعني انا انت شاسح استاذ حسان يعني هو ده عبد المجد ده كده على مسرحيه كوميدي يعني ما ينفعش الكلام ده. دايما الكوميديانات كده بيبقى جواهم عارف يعني لمسه اقول ايه يعني الاحساس بمعاناه الناس، فبتيجي عشان انت تفرحهم. والحقيقه والله مش بقول كلام، اقسم بالله اي روايه انا بشتغل فيها مع الاستاذ حسان العربي انا والله بتعلم منه خفه الظل والفطريه والعفويه وجماله في ادائه الغير عادي اللي انا ما اعرفش اعمله، لان ربنا سبحانه وتعالى حباب حته كده ايه يعني حاجه يفكرك بالكوميديانات الكبار جدا 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 اللي هيبقى له كمان شأن في السنوات اللي جايه اكتر واكتر واكتر، لانه هو فنان اصيل جدا جدا. انا شخصيا ببقى في قمه سعادتي وانا بتفرج على حسام. والله انا بقدر معيش فلوس النهارده لسه جاي الراجل التاني طول عمرك طول يا النهارده هو بيقول النهارده ما معه طول عمر مجد فكري عشرة عمر وسنين، واحنا عملنا مع بعضينا وسافرنا مع بعض عملنا مسرحية جميلة جدا ومكسرين الدنيا في ليبيا الحمد لله يعني عملنا حاجات حلوة قوي. كان معانا الفنان الكبير أحمد بدير طبعا طبعا, طبعا, طبعا. ومجد فكري من الناس الجميلة اللي تشتغلي معاها وانت مستريحة نفسيا وكوميديان عارف ان انت بتاخده وتدي معاه يريحك في الإفي بتاعك. امبارح على فكرة انت كنت بديع في عرض امبارح والله قسما بالله. انا حاسة مش بديع المهم يعني فطبعا كل سنة طيب مجدي وكل سنة طيبين ومشاهدين طيبين ويا رب نكون هنسعدكم يعني في المسرحية اللي بتتفرجوا عليها. كل سنة طيب أستاذ خالد وكل سنة طيبة أستاذة وكل سنة طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي حسن كل سعيد.